أفادت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا أن مرشح الأغلبية الحاكمة محمد الشيخ ولد الغزواني قد حصل على أكثر من 51% من الأصوات المعبر عنها، وذلك بعد أن تم التعرف على النتائج المسجلة في 97% من مراكز الاقتراع. كما أعلنت اللجنة أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 62% من مجموع الناخبين المسجلين، وبذلك يبدو الآن مؤكدا فوز ولد الغزواني بالرئاسة منذ الدور الأول من الاقتراع، خاصة وأن أقرب منافسيه حصل على أقل من 19% فقط من الأصوات. نحن نرابط هنا منذ ساعات الصباح الأولى أمام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في انتظار النتائج التي تعلن عنها اللجنة والتي تحدثها من وقت لآخر. النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة حتى الآن تشير إلى فوز المترشح محمد ولي الشيخ محمد أحمد ولي الشيخ الغزواني بنسبة 51%، تزيد قليلا. المرتبة الثانية في هذه الانتخابات وصل إليها المترشح برام ولداه والعبيد الذي تحصل على أكثر من 18%، بينما حل ثالثا المترشح سيد محمد والبوبكر الذي تحصل على أكثر من 17%. بعد ذلك يأتي كان حميد بابا ومحمد والمولود والوافي. طبعا هذه النتائج ما زالت نتائج أولية، ردود الفعل الآن متباينة جدا، حيث كانت الأغلبية تعلن أن النتائج لم تشبها أي خروقات وأن العملية الانتخابية مرت بسلام، بينما المعارضة تقول إنه كانت هناك مجموعة من الخروقات بدءا بمنع ممثلي المترشحين من الولوج إلى المكاتب، وبالإضافة إلى خروقات أخرى شبت العملية الانتخابية بحسب المترشحين عن المعارضة.